يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في مملكة البحرين، كما يعد دعامة اقتصادية نظرا لما تتميز به المملكة من موقع استراتيجي مهم في المنطقة وبنية تحتية متطورة، ونتيجة للتسهيلات والمزايا التي توفرها في هذا القطاع. فقد تم إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لتسهم في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي والرؤية الاقتصادية 2030. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الخبير الاقتصادي الدكتور علي مولاني. أهلا بك دكتور علي، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي أهمية قطاع الخدمات اللوجستية في خطة التعافي الاقتصادي؟ تحياتي لكم. تعتبر استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية جزء من خطة التعافي الاقتصادي اللي وضعتها المملكة في هذه الفترة، واللي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية. وغطاء الخدمات اللوجستية يسهم في دعم القطاعات الأخرى بشكل عام، ولا سيما القطاعات في قطاع الصناعة وقطاع التجارة. فلما يكون عندنا قطاع لوجستي قوي، كل القطاعات الثانية المتصلة ممكن تزدهر. وكذلك يعني نستفيد احنا من هذه الخطوة في يعني الاستفادة من موقع البحرين الجغرافي في منطقة الخليج. فإحنا في وسط اقتصاد يقدر ب 1.6 تريليون، فبتعزيز هذا القطاع سيسهم ذلك في يعني دعم الحركة الاقتصادية في المملكة، ويعني بشكل يعني ومن جهة أخرى نرى أن هذه الاستراتيجية بتساعد في استقطاب والجهود اللي حاطينها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي حتى 2023. نعم، الخبير الاقتصادي الدكتور علي مولاني كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.